نحن واجبنا نقدم هذا الشيء، واجبنا نكون مع الناس. نحن كمان ضروري نعزف، يعني مثل ما الطبيب بيروح على المشفى ليعالج، مثل ما الأستاذ بيروح على المدرسة، نحن بنروح على المسرح وبنعزف، بنقدم الموسيقى كواجب ثقافي إنساني اجتماعي. فوجودنا اليوم بالنسبة لنا كان فرحة كثير كبيرة. هي الفرحة كانت تكتمل لو في جمهور، لأنه كنا نتفاعل، كان في تفاعل الجمهور، أكيد كان عطنا طاقة أكثر. الحفلة عم بتصير مثل النقل التلفزيوني المباشر، صحيح هي عبر منصات أو وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه هي نفس الجدية. فأنا بعتقد أنه هذا كمان بالنسبة لهدول المشاركين اللي عم يشتغلوا، هن بحاجتها ليكون في تريننج حقيقي يعني مهم. وبالنسبة للناس إن شاء الله تقدر تقدم لهم فائدة أو متعة، وخاصة اللي بيحب هذا النوع اللي يعني صعب توفره بأي وقت. نحمل خلال هالأمسية الخاصة جدا اللي ما فيها جمهور، بس نحن مع الجمهور نحملهم بعزفنا وبصوتي أنا كل الحب والتقدير والسلام، إن شاء الله بيوصلوا. اليوم تجربة جديدة عم نمر فيها، انه عم شغل بدون جمهور، شيء بيحملنا مسؤولية انه دائما الجمهور بيعطينا كثير طاقة على المسرح بناخذ منه يعني. فاليوم عم نشتغل نحن بدون جمهور، بلكي منوصل هذا الحس الفني او الموسيقي للعالم اللي قاعدة ببيوتها كرمال ضل ببيوتها. شوي صعب علينا، بس عم نحاول بقد ما فينا انه نحس بطاقتهم للعالم اللي عم تحضرنا كأنه موجودين.